أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: ما الاستطاعة بالنسبة للحج؟ الاستطاعة كما بينها ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية هي الزاد والراحلة. الزاد يعني النفقة التي ينفق على نفسه في سفر الحج ومتطلبات الحج، وأيضا يكون عند عائلته ومن يعولهم ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم، هذه الاستطاعة المالية. والاستطاعة البدنية أن يكون قادرا على مباشرة الحج بنفسه، فإن كان مريضا أو عاجزا مستمرا كالكبير الهرم والمريض المزمن، فهذا إن استطاع الفريضة بنفسه، وإلا وكل من يحج عنه. لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أما الذي عنده عجز مؤقت فينتظر حتى يزول ثم يحج. نعم.